بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الأخوة الكرام إلى فقرة جديدة من على كتاب بيان لي كومبخوندر. طبعا سنستأنف مع بوسويفي باغليلو. إذن رأينا فيما سبق أن الرجل الذي كان يمتطي على العربة والذي تبعته الذئاب طبعا وجد في طريقه هذه المرأة العجوز، كان يفكر في تركها حتى يفلت هو من الذئاب حتى يفر بنفسه، لكن المرأة رفعت يدها وفتحت فمها لتصرخ، وفجأة وجد نفسه يتوقف ويقول لها اركبي، لقد كدنا نهلك بسببك. كما نلاحظون مون شوفال اي موا نو زالون بيردغ لا في اكوز دو توا، يعني حصاني وانا نو زالون بيردغ لا في، نحن سنفقد الحياة أكوز دو توا بسببك. لافيي سوتيزي، إذن عندما ركبت المرأة العجوز طبعا، لافيي سوتيزي إذن العجوز هدأت. قلنا بأن هذا سلو فيرب سوتيغ، سلو فيرب سوتيغ هذا فعل هدأ أو سكن، هدأ أو سكن. لي باتا دو تخينو غرانسي كونتخ لا غلاس، إذا نتكلم عن قضباني العربة طبعا التي من خلالهما تتزحلق على الجليد، عند الوقوف بدأت تصدر صوتا باحتكاكها بالجليد. إذا كما نلاحظون لي باتا دو تخينو غرانسي كونتخ لا غلاس. اون نونتوندي مانتونو لو اليتمون دي لو، نسمع الآن صوت الذئاب تلهت. نو سون بيردي دي لوم، نو سون بيردي نحن فقدنا دي لوم، دي لوم إذن يقول الرجل نحن فقدنا، بحال تنقولو حنا بالدارجة مشينا، حنا مشينا فيها. ثم ننتقل إلى الجزء الثاني من هاد القصة. كما نلاحظ عندنا بوسويفي باغلي لو سويت، إذا نتكلم عن تابع. لا فيي فام اوفغي لا بوش، لا فيي فام اوفغي لا بوش، إذن العجوز المرأة، المقصود المرأة العجوز، اوفغي لا بوش يعني أنها فتحت، فتحت فمها. إذن هي الآن راكبة وفجأة فتحت فمها، ماذا ستقول؟ انظر الصورة هنا، انظر الصورة، ماذا ستقول لصاحب البراميل؟ يتعلق الأمر برمي البراميل كما نلاحظون. إذا ستقول له je ne comprends pas pourquoi tu ne débarrasses pas le traîneau des tonneaux et des cuves. Je ne comprends pas pourquoi tu ne débarrasses pas le traîneau des tonneaux et des cuves. أنا لا أفهم. Je ne comprends pas. أنا لا أفهم. Pourquoi? لماذا؟ Tu ne débarrasses pas le traîneau. أنت لا تخلص العربة. أنت لا تخلص العربة. تخلصها من ماذا؟ des tonneaux. تخلصها من البراميل. et des cuves. ومن هد الصهاريج أو أنصاف البراميل تسمى كيف، وممكن أن برميل الخمر يسمى أيضا كيف. إذن كما نلاحظون هي تقترع عليه فكرة أن يخلي العربة من هد البراميل حتى تخيف، ويستطيع الحصان جرها بقوة أكبر وبسرعة أكبر، وبالتالي سيستطيعون أن يفروا من الذئاب. إذا je ne comprends pas pourquoi tu ne débarrasses pas le traîneau des tonneaux et des cuves. Tu pourrais revenir les ramasser demain. Tu pourrais revenir les ramasser demain. أنت تستطيع العودة لغمصي لجمعها demain غدا، يعني فك عليك هاد البرامل اللحوم ملي نمشيو ونفلتوا من هاد الذئاب حتى الغدا ورجع لهاد البرامل وجمعهم. إذن هي قالت له أنا لا أفهم لماذا أنت لم تقم بهذا الأمر، بمعنى آخر أنا لا أفهم لماذا أنت لم تفكر في هذه الفكرة. Je ne comprends pas pourquoi tu ne débarrasses pas le traîneau des tonneaux et des cuves. Tu pourrais revenir les ramasser demain. Le conseil était bon. Le conseil était bon. النصيحة كانت جميلة. إذا النصيحة كانت جيدة. L'homme s'étonna de ne pas y avoir pensé lui-même. L'homme s'étonna de ne pas y avoir pensé lui-même. الرجل تفاجأ، المقصود أنه تعجب، de ne pas
de ma part et avoir pensé lui-même أنه لم يفكر فيها بنفسه بدون أن تقولها له هذه العجوز. إذن هو يتعجب من نفسه لماذا لم يفكر بهذه الطريقة قبل أن تقول له العجوز ذلك. إذن l'homme s'étonna de ne pas y avoir pensé lui-même. Il confia les rênes à la vieille femme. إذن عندما فهم الفكرة واقتنع بها طبعا الكوفيه لغان طبعا لغان المقصود بها زمام الحصان. زمام الحصان كما نلاحظ هذه الجام تتسمى لغان. طبعا نتكلم عن الجام انا اقول لغان كما نتكلم عن مجموع زمام او مجموع لجام. اذا هو عهد باللجام الى العجوز كما نلاحظ في الصوره. اذا اعطاها اللجام لتقود الفرس في الاتجاه الصحيح. ثم ماذا سيفعل هو؟ طبعا سيخلي العربة من البراميل. إذن عندنا هنا il confie les rênes à la vieille femme. إذن هو عهد باللجام أو الزمام à la vieille femme إلى العجوز إلى المرأة العجوز. détacha les cordes qui retenaient les tonneaux. détacha les cordes qui retenaient les tonneaux. إذن هو détacha طبعا هذه عكس أطاشي. هذا لو فيرب ديتاشي. هذا لو فيرب ديتاشي عكس لو فيرب أطاشي. أطاشي أنك تربط. ديتاشي أنك تفك الرباط. إذا طبعا هو ديتاشا لي كورد بدأ يفك الحبال كي غوتوني التي تحبس أو التي تحجز لي طونو. هو بدأ يفك الحبال التي تتضمن البراميل أو تحجزها إلي لاسا غولي الطير. ثم يتركها تتدحرج على الارض. الي ليسا طبعا عندنا هنا لو فيرب ليسي هذا فعل ترك. الي ليسا غولي يتركها ثم تركها تتدحرج. الطير غولي الطير تتدحرج على الارض. ليلو ساغي طير بور اكزاميني سو كي سيتي. ليلو ساغي طير بور اكزاميني سو كو سيتي. إذن الذئاب توقفت بوغ إكزاميني لكي تفحص أو تمتحن بمعنى آخر. المقصود أنها تفحص. ومن كلمة ليكزاما. ليكزاما يعني امتحان. الامتحان هو نوع من الفحص. نفحص التلميذ وننظر هل فعلا درس جيدا دروسه أم لا. هل يتوفر على معلومات جيدة تمكنه من العبور أم لا. إذن ليلو ساغيطير pour examiner ce que c'était. Ce que c'était. الذئاب توقفت لكي تفحص ce que c'était. ماذا هناك؟ كما نقول ce que كما نقول الذي c'était كان هناك. إذا هي توقفت الذئاب باش تشوف شنو كاين هنا. بمعنى آخر ليلو ساغيطير pour examiner ce que c'était. pendant ce temps أثناء هذا الوقت لو تخينو بري un peu d'avance. Le traîneau prit un peu d'avance. Fait le temps où il s'est arrêté, le traîneau prit un peu d'avance. Achadat chi'an min al-taqaddum. Achadat chi'an min al-taqaddum. Le maqsoud bi anna had al-araba ba'adat chi'an ma. C'est le maqsoud de ce mot. Si cela ne suffit pas, je me jetterai au loup moi-même, dit la vieille femme. Si cela ne suffit pas, إذا هذا لم يكفي، طبعا عندنا هنا الفيرب سوفير، هذا فعل كافة، يقول شخص مثلا سا سوفي، سا سوفي، يعني توقف هذا يكفي، هذا يكفي، سا سوفي، يعني هذا يكفي. سي سولا نو سوفي با، إذا هذا لم يكفي، المقصود إذا لم يكفي رمي هذه البراميل لكي نتقدم، جو مو جاتخي أولو، أنا سأرمي نفسي، عندنا هنا الفيرب سجوتي. عندنا لو فيرب سو جوتي. طبعا سو جوتي جوتي يعني رمى. سو جوتي يعني رمى نفسه. هاد سو طبعا تصرف هنا مع جو نقول مه. جو مو جوتخي. جو مو جوتخي يعني انني سارمي نفسي. اولو الى الذئاب. مو ميم يعني نفسي. بل انا التي سارمي نفسي بنفسي. هذا هو المقصود بهذا الكلام. جو مو جوتخي اولو مو ميم. انا سارمي نفسي الى الذئاب بنفسي.
دينا في فام تقول العجوز، تقول المرأة العجوز بتاتخ بوغاتي تسوفي، ربما أنت تستطيع تنقذ نفسك. طبعا عندنا هنا لوغ سوفي، حتى هنا هاد السو تصرفات مع تي، مع تي عطاتنا تو بتاتخ ربما بوغاتي، يعني ربما أنت تستطيع. عندنا هنا لوغ بوفوار تسوفي، تسوفي أن تنقذ نفسك. بوندون كيل بارلي، وهي تتكلم بهذا الكلام أثناء، هي تتكلم المقصود هنا أثناء كلامها. لوم إيتي أونتخا دو ديجاجي إن إنورم كيف، لوم إيتي أونتخا دو ديجاجي إن إنورم كيف، الرجل كان أثناء دو ديجاجي إخلاء، كان في أثناء إخلاء إن إنورم كيف، إن إنورم كيف. نتكلم عن صهريج كبير أو نصف برميل كبير. توتاكو إلساغيطا، وفجأة هو يتوقف. توتاكو إلساغيطا، وفجأة هو يتوقف. إل دوا بيان يافواغ أن موايان دو سالو، مي لوكال. إل دوا بيان يافواغ أن موايان دو سالو، مي لوكال. إل دوا بيان يافواغ، يتوجب أن يكون فيه. إل دوا بيان يافواغ، يتوجب أن يكون فيه أن موايان دو سالو، كما نقول وسيلة أو طريقة، طريقة السلام. سالو كما نقول سلام. ما لوكال، ولكن من هو، ما هو المقصود بهذا الكلام؟ هو الذي عندنا مشروح في هاد الكلمات كما نلاحظ هنا. موايان، أن موايان دو سالو، أن موايان دو سو سوفي. إذا نتكلم عن أن موايان دو سالو، كما نقول طريقة أو وسيلة سلام، المقصود بها بهذا الكلام، بهذه الكلمات المقصود بها ان موايان دو سو سوفي، نتكلم عن وسيله لينقذ الانسان بها نفسه. دي شابي، ليهرب من خلالها. او دونجي، من الخطر. اذا نتكلم عن ان موايان دو سو سوفي، او بي ان موايان دي شابي او دونجي. اذا نتكلم عن وسيله لينقذ بها الانسان نفسه، او نتكلم عن وسيله ليهرب من خلالها الإنسان من الخطر. هذه الوسيلة تسمى أمويا دو سالي. إذا طبعا، طبعا الرجل يقول إل دوا بيان يافواغ أمويا دو سالي، مي لوكال، يتوجب أن يكون من خلال هذا الصهريج أمويا دو سالي، يعني وسيلة نجاة، وسيلة هروب من الذئاب. ولكن ما هي هذه الوسيلة؟ طبعا الوسيله هي التي نرى في الاسفل. il repris son travail، il repris son travail، اذا هو ياخذ مره اخرى عمله، المقصود انه يستأنف عمله. طبعا عندنا هنا لو فيرب بروندر، كما نقول انك تاخذ مره اخرى، المقصود انك تستأنف. il repris son travail، اذا هو يستأنف عمله، المقصود هنا كان غير واحد البرميل كما تنشوفوا، واحد الوقيته توقف وقال بان هذا البرميل خاص تكون من خلاله وسيله نجاة، ثم استأنف العمل. ما معناها؟ انه اكمل عمله برمي هاد نصف البرميل. اذا il repris son travail soudain، اذا هو ياخذ عمله، ثم soudain، ثم فجأة il s'arrête de nouveau، اذا هو يتوقف من جديد. اي سومي اغيغ، ثم بدا في الضحك. اذا كما نلاحظ هنا، ثم استأنف عمله مره اخرى، ثم توقف، ثم بدا في الضحك. طبعا المراه ستلتفت اليه. ثم لا في فام لو روغاردا، اذا المراه العجوز تنظره. اتيتيل دوفوني فو، اتيتيل دوفوني فو، هل هو دوفوني، دوفوني. طبعا عندنا لو فيرب دوفونيغ اصبح، قلنا لو فيرب دوفونيغ فعل اصبح. ايتيتيل دوفوني فو، هل هو اصبح احمقا؟ لوم غيي باسكيل افي تخوفي لو مويان دو لي سوفي، الرجل كان يضحك. لوم غيي، عندنا لو فيرب غيغ الان بارفي، اذا لوم غيي، الرجل كان يضحك. باسكيل افي تخوفي لو مويان دو لي سوفي، لان وجد الطريقه أو الوسيلة دو لي سوفي، من أجل
إنقاذين، من أجل إنقاذين، من أجل إنقاذ نفسي والعجوز والحصان. إيكوت مالين، إذا هو يقول للمرأة العجوز إيكوت مالين، اسمع يا مالين. فيتيل فعل هو، فيتيل فعل هو. تيكون دويغا لو تخينو جوسكو فيلاج دو لينسال، تيكون دويغا لو تخينو جوسكو فيلاج دو لينسال. أنت تقودين، أنت ستقودين لو تخينو العربة المتزحلقة طبعا جوسكو فيلاج دو لينسال إلى قرية لينسال. إذا أنت غتقودي هاد العربة حتى القرية التي تسمى لينسال. تيكوندويغ طبعا عندنا لو فيرب كوندويغ يعني فعل القادة. كوندويغ كوندويغ إن فواتور يعني أنك تقود سيارة. تيكوندويغ لو تخينو جوسكو فيلاج دو لينسال، أنت ستقودين العربة جوسكو فيلاج دو لينسال إلى حدود أو إلى حتى قرية لينسال. تديغا أو جو، أنت ستقولين للناس. تديغا أو جو طبعا عندنا لو فيغ دير أو فيتور سامبل يعني في المستقبل، يعني أن القول سيأتي في المستقبل. تديغا أنت ستقولين أو جو إلى الناس كو جو سوي سول بأنني وحيد، كو جو سوي سول بأنني وحيد. أو ميليو ديلو، أو ميليو ديلو يعني في وسط الدئاب. Et qu'il vienne me secourir. Et qu'il vienne me secourir. وبأن يأتوا لإنقاذي أو لإنجادي. إذا أنت غتاخذ العربة حتى لهاد القرية ودوك الناس اللي غتلقاهم تما، قولي لهم، قولي لهم بأنني وحيد وسط الذئاب. وقولي لهم بأن يأتوا لينجدوني. إذا تديغا أو جون كو جو سوي سول أو ميليو ديلو. Et qu'il vienne me secourir. Alors il fait tomber l'énorme cuve. Idem, hina idem huwa. Amil ala isqat. L'énorme cuve. Nesf l'bermil d'dakhm. Ou s'sehrez d'dakhm. Alors il fait tomber l'énorme cuve. Saute lui-même. Alors il fait tomber l'énorme cuve. Idem huwa yusqat. Idem huwa amil ala isqat. Nesf l'bermil d'dakhm. صوت الإمام. ثم يرتمي هو بنفسه، ثم يرتمي هو بذاته أومبا يعني في الأسفل المقصود على الأرض. إي سو غليسا سو لا كوف، إي سو غليسا سو لا كوف، ثم يتزحلق أو ينزلق أسفل نصف البرميل، ثم يتزحلق أسفل نصف البرميل. سيلسي هذا الأخير المقصود نصف البرميل، سيلسي هذا الأخير. لو كونتوني فاسيلمون، لو فيرب كونتونيغ يعني احتوى، لو فيرب كونتونيغ يعني احتوى. مثلا نتكلم على البرميل أنه يحتوي الدقيق، يحتوي الزيت، أو يحتوي أي شيء آخر يعني داخله. إذا طبعا هذا البرميل أو نصف البرميل الذي عندنا هنا سيلسي هذا الأخير لو كونتوني فاسيلمون، إذن احتواه بسهولة. بمعنى آخر أن الرجل لم يجد ضيقا داخل البرميل، على العكس هو وجد متسعا، على العكس هو وجد متسعا داخل هذا نصف البرميل. ثم لي لو بوندي روتور إسيو أون فا دو لا باسكولي، لي لو بوندي روتور. إذن الذئاب تقفز حول، المقصود حول البرميل، المقصود أن الذئاب تقفز حول البرميل. بدأت الذئاب تقفز حول البرميل أو نصف البرميل الذي يتضمن الرجل. إيسيو أون فا دو لا باسكولي، محاولة دون جدوى. أون فا المقصود بها دون جدوى. إيسيو هذا لو فيرب إيسيي، هذا لو فيرب إيسيي، ومن كلمة ليسي، ليسي يعني التجربة. إذا هم كانوا يجربون أو يحاولون. إذا نتكلم عن ليسي المحاولة أو التجربة. إذن إيسيو محاولين، أون فا دو لا باسكولي محاولين دون جدوى، دو لا باسكولي من قلبها، من قلب هاد نصف البرميل. لا كوف إي تي لورد يعني أنها كانت ثقيلة، إي سوليد وكانت صلبة. لم يستطع قلبها ولم يستطيع أيضا بالركوب عليها مثلا الضغط عليها، الضغط عليها ثم الوصول إلى الرجل. L'homme était hors de danger.
يعني أن الرجل كان خارج الخطر. Hors de danger, qui a échappé au danger. عندما نقول عن رجل بحال اللي شفنا هنا l'homme était hors de danger. الرجل كان خارج الخطر. إذن عندما نقول عن شخص بأنه était hors de danger المقصود بها a échappé au danger بأنه نجا من الخطر. A échappé au danger بأنه نجا من الخطر. Qui n'est plus du tout en danger. الذي لم يعود بالمرة en danger في الخطر. Après l'avoir été بعدما كان فيه. هذا معنى عبارة l'homme était hors de danger. إذا نقول عن رجل بأنه hors de danger يعني خارج الخطر. Qui n'est plus du tout en danger. الذي لم يعد بالمرة في الخطر. Après l'avoir été بعدما كان فيه. إذا نتكلم عن رجل هو في الخطر يهدده الخطر ثم يتم إنقاذه خارج الخطر. وبالتالي نقول عنه إلي hors de danger أو بيان إل إتي hors de danger بأنه هو خارج الخطر أو بأنه كان خارج الخطر. مادام أن القصة هذه نهايتها إذا طبعا في الرجل لا شك أنه نجا من الذئاب وأن خطته كانت سليمة. لذلك نلاحظ بأن نهاية النص كانت هنا. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.